اي حاجه عايزاها واي صناعه موجوده واي أكل معلبات عايزينه. فبالتالي قلنا لا، ما ينفعش لو انا عندي دي سلعتي بنتجها انا اقدر اصدرها، انما لو انا بستوردها فقلنا لا نقفل ولمده 3 شهور حتى نرى الموقف. ومع ذلك عندنا الفول والعدس من 5 ل6 أشهر على ارض مصر. ف بقول للناس اللي سامعيني، انت دخلت محل لقيت رف فاضي، لو لقيت رف فاضي كلمني على 19588 وقول لي في رف فاضي. هل انت قدرت 19588 ده وقول لي في رف فاضي. لو قلت لي في رف فاضي قول لي. نمره 2، ان الحمد لله من القرارات الجيده ان حتى لما جينا قلنا الحظر، قلنا الحظر لا يشمل كافه الصناعات الغذائيه، سواء مصانع سواء نقل سواء تحركات بالليل. انت عارف حضرتك لما السوبر ماركت يخلص بالليل لازم العربيات تيجي تملى بالليل عشان الناس لما تدخل الصبح تلاقي كذا. وبالتالي الحمد لله وبنشكر التعاون المتميز مع وزاره الداخليه والتنسيق الجامد معاهم في كل المحافظات، بحيث ان احنا امننا ما نسميه سلاسل امداد الغذاء من اول الخامه. النهارده بقول لحضرتك سرعه اداء المواني اعلى من قبل الحظر. يعني ايه؟ احد الحاجات مثلا من القرارات المتميزه جدا ان المواني تشتغل 24 ساعه، البنوك فاتحه فيها 24 ساعه، الجمارك فاتحه 24 ساعه، هيئه الرقابه على الصادرات بكامل طاقتها ليه؟ السبب ليس من الذكاء ان انا اعمل حظر وبعدين اكلكع المدخل بتاعي فان شاء الله الاقي نفسي خلصت اللي جوه وانا ما عرفتش اجيب. فالحمد لله النهارده كفاءه درجه، بنشكر برضه هيئه سلامه الغذاء انها طلعت قرارات انها افراج مؤقت لحين ايجاد بالتوافق مع وزاره الصناعه، ولازم نشكر معالي وزيره الصناعه انها طلعت ان تعرف حضرتك في بعض المشاكل الخارجيه. نعم. الشيبنج مستندات الشحن ما توصلش اوريجينال، هيبعتوها ميل نتيجه كتير قوي مش الورق الاصلي بتاعها، مش الورق الاصلي بتاعها. فبالتفاهم مع وزيره الصناعه سمحنا انها تدخل بتعهد المستورد يكتب تعهد ان هو في حاله وجود المستندات الاساسيه، ونشتغل بالايميل والصوره دي. ما حصلتش في تاريخ الجمارك وكذا، ولكن ظرف استثنائي بس ظرف استثنائي وفهم جيد جدا من الحكومه باهميه توفير مثل هذه الخامات والسلع حتى عجله الانتاج تستمر. وبالتالي ما حصلش عندنا اي ما نسميه مشاكل، ان مثلا المركب مش عارفه تدخل، او جمرك ما طلعش، او بنك ما فتحش. لا، المواني شغاله 24 ساعه. فضمان ده خلص الامداد مستمر، ضمان فك الحظر على نقل المواد الغذائية سواء من المواني إلى داخل مصر أو من داخل مصر إلى المواني، ثم المصانع. وبنشكر كل قطاع صناعة المواد الغذائية لسبب طلب إنهم يشتغلوا 3 شيفت وجهزوا مصانعهم وبيشتغلوا 24 ساعة. فالحمد لله وإحنا داخلين على رمضان وعندنا أزمة، فالحمد لله إن إحنا بنطمن الناس. نمرة 1، الاحتياطي بتاعنا هو بتاع البلد كلها، ودي فلوسكم انتوا مش فلوس حد تاني، الحمد لله اطمنوا عليه. نمره 2، الاجراءات وسلاسل الامداد والتموين في الصناعات الغذائيه ماشيه بكفاءه اعلى من قبل الازمه. تم رفع الحظر عن كل محلات البقاله والسمك والخضار والفاكهه والكذا، والاسواق الجمله، اسواق الجمله شغاله بسبب لو ما كناش شغلنا اسواق الجمله. طب حصل لو تفتكر يوم الجمعه لاول مره في الحصر، الجمعه الدنيا والسبت ناس وناس فافتكرت ان هو مقفول وبتاع، ومعلش يعني اقول قدامكم ما فيش حد يزعل، الخضار غلي، الطماطم غليت، مجرد ان السبت لحقناه على الظهر وابتدى يشتغل رجعت تاني. والحمد لله بوسط هذه الازمه حضرتك بتعترف ان الناس غلت في اللحظه اللي اللحظة الاسواق دي. اللي هم قالوا لنفسهم هو لم يكن هناك قرار اغلق الاسواق، انما هم قالوا لا ده السوق الجمله هيبقى مقفول.
كلمت محافظ الجيزه الحمد لله له الشكر جدا، لا 6 اكتوبر يعني شغال، القاهره العبور شغال كذا. انما عارف حضرتك متاسف برضه في طابور خامس، في طابور خامس طبعا، حتى في الاكل في كل حاجه. الطابور الخامس ده كان اهميته انه عنده شويه بضاعه في السوق، فلما يقول ما تروحوش هتشد هتغلى زود. انما الحمد لله قدرنا، والتاني يوم كانت المجمعات عندنا عارضه الخضار والفاكهه باسعار عادله، وفي نفس الوقت دخول